من بعد ما سالينا ليكزارسيس التالت ديال الكازا فيتمون فغادي ندوزو ليكزارسيس نيميرو كات ديال انتيلسات. ليكزارسيس الرابع والاخر عندنا هو ديال لونتربريز انتيلسات، اللي هي واحد لونتربريز اللي كتصايب لي زونتين ديال لي تيليفزيون يو اش اف و في اش اف. فلي بلاك ديال ليتشيب دالومنيوم سون كوبي اي فاسوني دون لاتولي واحد بور دوني لي ريسبكتيفمون دي زونتين يو اف و في اف. فهاد التريتمون ديال لي بلاك تعطينا واحد الديشي فوندابل اون ليتا، يعني كيف ما كتعطينا داك الديشي كيتباع كيف ما هو. La coupe des tubes laisse des déchets réinutilisables dans la fabrication des antennes UHF. فقال كدوك لي تيوب اللي كنكونو نصاوبو فيهم كيعطينا واحد الديشي كنخدمو بيه فاش كنكونو نصايبو في لي زونتان ديال يو اش اف، من بعد ما كنديرو ليهم واحد التريتمون. فلاتولي جوج هو اللي كنديرو فيه لاسومبلاج و الفينيسيون ديال لي زونتان يو اش اف، كنصايبوهم من لي زيليمون ديال يو اف اللي كيجيونا من لي بلاك دالومنيوم. من بعد ما كنزيدو عليهم هادوك لي ديشي اللي تعطاونا من قبل، وكنزيدو عليهم لي زاكسيسوار يعني لي فيس ولي رونديل وداك التخافيق الاخر. لي زونتيل في اش اف كنصايبوهم من لاسامبلاج ديال لي زيليمون ديال يو اف اللي كيجيونا من لي تيوب ديال لالومنيوم، وكنزيدو عليهم حتى هما لي زاكسيسوار. فهاد الكوميرسياليزاسيون ديال لي زونتيل كنديروها اون بواط ديال كارتون. فالونتربريز كتخدم كل كارتونه كنديرو فيها بياسة، كل كارتونه كنديرو فيها اونتين. فهاد الموا ديال جوان ديال 2010 لونتربريز عطاتنا هاد لي زانفورماسيون هادو، عطاتنا طابل دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت هما هادو اللي عندنا هو هاد الطابلو، عطاتنا واحد النوطة بيني قالت لا ريمينيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر اي كالكولي اوتور دو 10.5% لون، يعني الريمونيراسيون دو كابيتال طو ديال 10.5%. لو مونطون دي شارج نو انكوربوريل سيليف 12 درهم فاصل 311. بالنسبه لي شارج ديريكت عندنا الفري دو ترونسبور دي ساكسيسوار 12500 درهم. في المان دوفغ ديريكت عندنا في لاتوليي واحد كنخدمو 13500 ساعه، فيها 9000 ساعه بالنسبه للكوباج والفاسوناج ديال لي تيوب. فالطو اوغيغ عندنا هو 12 درهم للساعه. لاتوليي 2 كل اونتين كيحتاج 30 مينوت، يعني 30 دقيقه ديال المان دوفغ، كل ساعه كتسوى 10 دراهم. الفري دو تريتمون كومبليمونتير ديال لي ديشي ريوتيليزابل اللي هو 10000 درهم. هادوك هما لي فري باش عاودنا صايبنا دوك لي ديشي باش نعاودو نخدمو بهم من جديد. عاود هنا عطاونا واحد النوطه بيني قالت لي ديشي ديال اليوتيوب استيمي ا 75000 درهم على سورتي د لاتولي واحد، يعني هذوك لي ديشي اللي عطاهم لنا لاتولي واحد استيمي ا 75000 درهم. بالنسبه لي طاب موفمون ستوك ديال ماتيير بروميير ولي زومبالاج عندنا هو هذا الطابلو ديالهم. بالنسبه لي طاب موفمون ستوك ديال لي زونتين يعني لي برودوي فين عندنا هو هذا، و الفونت دي موا يعني الفونت ديال لي زونتين وديال لي زونتين يو اش اف ولي زونتين في اش اف ولي دي سي دي بلاك اللي بعناهم. هنا يمكن لكم دابا ديروا بوز وخدموا تشبرين بوحدكم بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا تشبرين بوحدهم، عاد باش تشوفوا الكوريجي من بعد. فاول حاجه كنبداو بها هي طابل دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. فهنا كان عندنا ليليمون سيبليتيف كان مجهول عندنا، فهاد الطريقه باش حسبناه. الكالكول ديال لي شارج سيبليتيف عندنا 2600 ضربناها في 10.5 وقسمناها على 12 باش تعطينا ديال كل شهر، عطاتنا هي 22750 حطيناها هنا. بالنسبه للادمينستراسيون فما غاديش نديرو ديك الطريقه اللي عندنا من قبل، حقاش عندنا غير وحده هي دي كامله حطيناها هنا 100%. شدينا هاد 50000 ضربناها في لي بورسونتاج اللي كيكونوا عندنا هنا حطيناها. باش تخرج لنا الكو ديال لونيتي دوفر، فاش درنا شدينا التوتال ديال ريبارتيسيون سكوندير وقسمناه على النومبر ديال لونيتي دوفر اللي عطانا في لابروفيزيونمون 0.1، في لاتولي 1 عطانا 28، في لاتولي 2 عطانا 25 درهم، وفي الديستريبيسيون عطانا 2 دراهم. كل يونيتي فوندو كنخسروا عليه 2 دراهم ديال الديستريبيسيون. من بعد ما صايبنا طابل دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، فكنحسبوا دابا الكو داشا. الكو داشا ديال الماتيغ بريميير اللي غادي يكون عندنا على هاد الشكل هذا. كاينين لي شارج ديريكت اللي فيهم البخي داشا والبخي دو ترونسبور، وكاينين لي شارج انديريكت اللي فيهم البخي دابروفيزيونمون. فهنا البخي داشا كنجيبوه من ليطا دو موفمون ستوك ديال الماتيغ بريميير اللي عندنا. شرينا 5000 متر كاري ب 190 درهم لكل متر كاري بالنسبة للي بلاك.
لي تيوب دالومينيوم شرينا 37,000 متر ب 6 دراهم لكل متر. وبالنسبة للاكسسوار فعندنا فداك الشهر 487,500 درهم. بالنسبة لي فخي دو ترانسبور فعندنا 12,500 ديال لي زاكسيسوار. هذوك لي زاكسيسوار خسرنا عليهم 12,000 درهم و500. عندنا في لي شارج انديريكت عندنا لابروفيزيون ممكن نجيبوه من طابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي عندنا هو هذا. فهنا الناتور دونيتي دوفر عندنا هي الدرهم دال شارج ماتيير بريمير. فغادي نشوفو شحال من درهم خسرنا في كل ماتيير بريمير. بالنسبة لي بلاك خسرنا 9,050 درهم. غادي نيفاليوها ب 0.1 الكول اللي عطانا الطابلو. بالنسبة لي تيوب عندنا 222,000 غادي نيفاليوها بالكول اللي عطانا الطابلو اللي هو 0.1. وغادي نجمعو التوتال ديال لي مونطون هنا وغادي نقسمو على الكونتيتي اش تي. بالنسبة لي بلاك عندنا 1,045,000 غادي نقسموها على 5,000 غادي تعطينا هي 209. هذا هو الكود اشا ديال الماتيير بروميير ديال لي بلاك. بالنسبه لليوتيوب عندنا 244,200 غادي نقسموها على 37,000 غادي تعطينا هي 6 درهم فاصلة 6. هذا هو الكود اشا ديال اليوتيوب. بالنسبه للاكسسوار عندنا 500,000. من بعد ما شرينا هاد لي ماتيير بروميير فغادي نديوهم يتستوكا وخصنا نصاوبو ليهم فيش تو ستوك ديالهم اللي غادي يكون على هاد الشكل هذا. فعندنا في ستوك انيسيال كانت عندنا 1000 متر كاري كنا ديجا شارينها في المجموع ديال 212,000. بالنسبة لي تيوب دالومينيوم كان عندنا في ستوك انيسيال 18,000 متر كنا ديجا شارينها بمجموع ديال 113,300. بالنسبه لي زاكسيسوار كانت عندنا 50,000 درهم في ستوك انيسيال. لي زونتري كنجيبوهم من الكود اشا كيف ما خدمنا في لي زيكسيرسيس اللي من قبل. غنزود لينا هذا كامل غادي نحطوه هنا فباش نحسبوا الكو اللي غادي نيفاليو بيه كاع لي سورتي وستوك فينال اللي كيجيو من بعد. فكنديروا لونسومبل دي مونطون وكنقسموه على لونسومبل دي كونتيتي. بالنسبه لي بلاك غادي يعطينا هو 1,257,000 غادي نقسموه على 6,000 انيتي غادي يعطينا هو 209 درهم فاصله 5. بالنسبة لليوتيوب غادي يعطينا 357,500 مقسوم على 55,000 يونيتي اللي غادي تعطينا هي 6 درهم فاصلة 5. لي زاكسيسوار عندنا 550. فهاد لي كواد اللي خرجوا لنا هنا غنيفاليو بهم كاع لي سورتي اللي غادي يجيو من بعد. في السورتي عندنا هنا هي الكونسوماسيون ديال الماتيير بروميير. السورتي يعني مشات باش تكونسوما خرجت من ستوك مشات لي زاتولي باش تخدم. عندنا هنا في لي بلاك 5,500 متر كاري فغادي نيفاليوها بالكل اللي خرجنا من قبل. بالنسبه لليوتيوب عندنا 45,600 متر غادي نيفاليوها حتى هي بالكل اللي خرجنا من قبل. بالنسبه للاكسسوار فعندنا 533,100 اللي هي المجموع ما بين لي او اش اف ولي في اش اف. اللي عندنا في لي او اش اف 487,500 وعندنا في الفي اش اف 45,600. ستوك فينال عندنا بالنسبة لي بلاك دالومينيوم عندنا 498 متر كاري. وبالنسبة لي تشيب دالومينيوم عندنا 9,440 وبالنسبة لي ساكسيسوار عندنا 16,900. فهنا عندنا واحد الديفيرونس دانفونتيغ بالنسبة لي بلاك وبالنسبة لي تشيب. فهنا بالنسبة لي بلاك كنا لقينا ناقصين عندنا واحد دو بريس دو زينيتي فغادي نزيدوها وغادي نيفاليوها بنفس الكل اللي خرجنا من قبل. بالنسبة لليوتيوب فلقينا زايد عندنا 41 يونيتي غادي نقصوها وغادي نيفاليوها حتى هي بالكول اللي عندنا من قبل. هنا كنحقق كيتحقق عندنا ليكيليبر. فإذا ما كانش كنديروا هذاك ديفيرونس دانفونتير يعني هنا خص يكون عندنا ما بين التوتال ديال ستوك انيسيال ولي زونتخي خص يكون قدو قد التوتال ديال السورتي وستوك فينال. من بعد كندوزو الكود دو بروديكسيون فغادي نجمعو لي زاتولي بجوج لي زاتولي 1 ولي زاتولي 2. فعندنا في لي زاتولي 1 كاينين لي شارج ديريكت اللي فيها الكونسوماسيون دي بلاك اللي غادي نجيبوها من السورتي ديال الماتيير بروميير اللي كاين في السي اي بي. بالنسبه لي بلاك عندنا 5,500 ب 209 دراهم. بالنسبه لي تيوب اللي غادي نخدموا بهم بلونتين ديال في اش اف اللي عندنا 45,600 ب 6 دراهم فاصله 5. المان دوفر ديريكت فعندنا بالنسبة لاتولي واحد عندنا في المجموع 13,500 ففيها 9,000 ساعة بالنسبة لي زونتين في اش اف. لو غاست اللي هو 4,500 ساعة كاين في لاتولي يو اش اف ايفاليين بواحد الطو اوغيغ ديال 12 درهم.
لي شارج انديريكت عندنا لاتولي واحد اللي غادي نجيبوه من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. فهنا عندنا الناتور دينيتي دوفغ هي السوايع، فغادي نشوفوا شحال من ساعه تخدمات في داك لاتولي اللي عندنا. بالنسبه لي زانتان يو اش اف عندنا 4500، غنيفاليوها بالكو اللي عطاه لنا الطابل دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي هو 28 درهم. بالنسبه لي زانتان في اش اف فهداك لاتوليي تخدم 9000 ساعة، غنيفاليو حتى هي بالكو ديال 28 درهم اللي طالنا الطابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. غادي ندوزو دابا لي ديشي. فعندنا ديشي فوندابل و ديشي غير يوتيليزابل. بالنسبة لي ديشي فوندابل فحنا كنقصوه، يعني كنزلو من الكو، كنقصوا من الكو يعني راه بعنا ربحنا فيه واحد البرودوي. بالنسبه لي داشي غير نيتيليزابل فكنقصوا حقاش حتى هو غادي نعاودو نخدمو به، يعني الكو كينزل. فمن هنا منين جبنا لي ديشي، فعندنا لي ديشي ديال لي بلاك هو 15500 كنقصوها كيف ما قلنا. بالنسبه لي ديشي دي تيب عندنا هو 75000 بالنسبه للسورتي ديال لاتولي 1. غادي ندوزو لاتولي 2. فعندنا هاد لي ديشي غنبداو به هو الاول ديشي غير نيتيليزابل. فمنين جاتنا هاد 85000 فكناخدو ديك ال 75000 اللي عطات علينا لي ديشي ديال اليوتيوب، فكنا باش نخدمو بها فكنديرو ليها واحد تريتمون كومبليمونتير، كنخسرو عليها واحد 10000 درهم، هي باش كتولي 85 فكنزيدوها هنا حقاش كنخدمو بها كتزاد بحال كيف ما قلنا اونكو، فكنخدمو بها بحال بحال لي زونكو. كيف ما قلنا هنا عندنا ديشي غير نيتيليزابل ولات عندنا 85000 درهم. في لي زاكسيسوار عندنا بالنسبه للي زونتين يو اش اف عندنا 487500 درهم، بالنسبه للي زونتين في اش اف عندنا 45600. غادي ندوزو دابا للمان دوفغ ديريكت بالنسبه للاتولي 2. فهنا منين جاتنا هاد 8250 فخدينا 16500 يونيتي اللي حنا بخدويناها كنضربوها في نص ساعه يعني واحد على جوج ساعه، فغادي تعطينا هي 8250. بنفس الطريقه غادي نخدموا لي زونتين في اش اف وكان ايفاليوها بالطو اوغار ديال 10 دراهم. غادي ندوزو دابا لي شارج انديريكت اللي غادي يعطيهم لنا طابل دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كيف ما قلنا عندنا ناتور تينيتي دو هي السوايع، فغادي نشوفوا شحال من ساعه خدمت في داك لاتوليي. في لاتوليي دو تخدمات بالنسبه لي زونتين اي اش اف 8250 بالطو اوغير ديال 25 درهم اللي عطانا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. بالنسبه لي زونتين في اش اف فاتنا 3800 ساعه ب 25 درهم حتى هي. فهنا باش يخرج لنا الكود برودكسيون فكناخذوا لونسومبل دي مونطون وكنقسموهم على الكونتيتي برودويت. هنا بالنسبه لي زونتين يو اش اف عندنا 2,178,000 نقسموها على 16500 يونيتي برودويت غادي تعطينا هي 32 درهم. هذا هو الكو يونيتير ديال البرودكسيون ديال لي زونتين يو اش اف. بالنسبه لي زونتين في اش اف عندنا 760,000 مقسومه على 7600 يونيتي، فعندنا الكو دو برودكسيون ديال لي زونتين في اش اف هو 100 درهم كل يونيتي. غادي ندوزو دابا نديرو السي اي بي ديال لي زونتين اللي صايبناهم. فعندنا هنا في ستوك انيسيال كانت عندنا 2000 ارتيكل يعني 2000 يونيتي، كانت عندنا بواحد المونطون توتال ديال 245500. بالنسبه لي زونتين في اش اف كانت عندنا في ستوك انيسيال 1400 ارتيكل بواحد المجموع ديال 122000. لي زونتري غادي نجيبوه من البرودكسيون، غادي نهزو هاد اللين كامل نحطوه هنا باش يخرج لينا التوتال، فكنجمعوا لونسومبل دي مونطون كنقسموه على لونسومبل دي كونتيتي. هنا عندنا في لي زونتين يو اش اف 2,423,500 مقسوم على 18500 يونيتي اللي عندنا حاليا في ستوك اللي غادي يعطينا واحد الكود ديال 131 درهم. بالنسبه لي زونتين في اش اف عندنا 882,000 مقسوم على 9000 يونيتي اللي عندنا حاليا في ستوك غادي يعطينا هو 98 درهم. هاد الكول اللي خرجوا لينا هنا كان ايفاليو بهم كاع لي سورتي و ستوك فينال اللي كيجيو من بعد. فهنا عندنا واحد ديفيرونس دانفونتير بالنسبه لي زونتين في اش اف. بالنسبه لي سورتي هما لي فونت، فهنا بالنسبه لي زونتين يو اش اف بعنا 17000 ارتيكل، بعناه بالكول اللي خرجنا من قبل اللي هو 131 درهم. بالنسبه لي زونتين في اش اف بعنا 8000 يونيتي. فهنا في لي زونتين في اش اف عندنا واحد ديفيرونس دانفونتير، فلقينا ناقصه واحد الخمسه ديال لي زارتيكل فكنزيدوهم وكنيفاليوهم بالكول اللي ديجا عندنا من قبل. هنا كيف ما كتلاحظوا الا ما كيخرج عندنا ليكيليب، فالا ما خرجش كنديروا ديفيرونس دانفونتير باش نقادوه.
من بعد ما صايبنا الكون دانفونتير بيرمانون فكندوزو كنحسبو الكو دو روفيان. الكو دو روفيان عندنا فيه لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت. عندنا في لي شارج ديريكت هما الكو دو برودكسيون، وعندنا لي بواط دي كارتون يعني خسرنا عليهم واحد الكارتون باش نبيعوهم. فكيف ما خدمنا من قبل فهاد الكو دو برودكسيون هذا كنجيبوه من السورتي ديال السي اي بي اللي خدمناه ديجا من قبل. غادي نهزو هاد اللين هذا كامل غنحطوه هنا. بالنسبه لي بواط دو كارتون عندنا 17000 حتى هي، حقاش عندنا كل يونيتي كنديروها في كارتون ديالها، وعندنا كل يونيتي كنخسروا عليها 3 دراهم سوا. بالنسبه بنفس الطريقه غادي نخدموا لي زونتين في اش اف، فكل اونتين كنديروه في بواط حتى هو عندنا 8000 بواط ب 3 دراهم لكل بواط. بالنسبه لي شارج انديريكت فكنجيبوهم من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي عندنا هو هذا. فهنا عندنا في ناتور دونيتي دوفر ارتيكل فوندي، فحنا شحال بعنا من يونيتي، بعنا 17000 كل يونيتي 2 دراهم في الديستريبيسيون. بالنسبه لي زونتين يو اش اف، بالنسبه لي زونتين في اش اف فبعنا 8000 يونيتي خسرنا عليها 2 دراهم في الديستريبيسيون. فهنا باش نحسبوا الكود دو روفيان فكنديروا لونسومبل دي مونطون المجموع ديالهم. بالنسبه لي زونتين يو اش اف عندنا 2,312,000 نقسموا على 17000 يونيتي فوندو غتعطينا 136 يونيت 136 درهم. بالنسبه لي زونتين في اش اف عندنا 824000 غنقسموا على 8000 يونيتي فوندو غتعطينا 103 درهم. غادي ندوزو نحسبو الريزولتا اناليتيك ديالنا اللي هي كتساوي لنا البري دو فونت كنقصو منو الكو دو روفيان. فهاد البري دو فونت بعنا حنا 17000 يونيتي، كل يونيتي بعناها ب 200 درهم بالنسبه لي زونتين يو اش اف. بالنسبه لي زونتين في اش اف فبعنا 8000 يونيتي ب 140 درهم اليونيتي. الكو دو روفيان غادي نجيبوه من طابلو عندنا اللي الفوق، فكنهزو هاد اللين هذا كامل كنحطوه هنا. بالنسبه لي زونتين يو اش اف عندنا 17000 يونيتي، كل يونيتي طلعت عندنا ب 136 درهم. بالنسبه لي زونتين في اش اف بعنا 8000 يونيتي، بكل يونيتي طلعت علينا ب 103 دراهم. فهنا غادي نديرو البري دو فونت كنقصو من الكو دو روفيان. بالنسبه لي زونتين يو اش اف فغادي يعطينا مليون و 88000 هو هذا المجموع. فإلا بغينا نعرفو شحال ربحنا في كل بياس فغادي نقسمو على 17000 يونيتي الفوندو، فعندنا الرباح ديالنا في كل يونيتي هو 64 درهم. بالنسبه لي زونتين في اش اف فعندنا 296000 هذا هو المجموع ديال الرباح ديالنا في كاع لي زونتين. الا بغينا نعرفوا شحال ربحنا في كل اونتين فغادي نقسموا على 8000 يونيتي غادي يعطينا 37 درهم اللي جديه شحال ربحنا في كل اونتين. بالنسبه للريزولتا اناليتيك جلوبال عندنا فغادي نديروا الريزولتا اناليتيك ديال لي دو برودوي ديالنا اللي عندنا هي 1,088,000 غادي نزيدوا عليها 296000 غادي يعطينا هي 1,384,000 هذا هو الربح ديالنا التوتال بالنسبه لي دو برودوي ديالنا اونتين يو اش اف و لونتين في اش اف. فهنا كنوصلوا للنهايه ديال هاد السيري ديكزارسيس اللي خدمناها، فكنتمنى تكونوا استفدتوا منه مزيان. الى عجبكم الكور ديالنا فديروا ابوني في لاشين وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. الى ما فهمتوش شي حاجه كومونتيو. كنتمنى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. شكرا.